كابتن محمد علي حارس مرمى فريق الزمالك النهارده، يمكن رد شفناك متالق، عايزاك تحكي لنا المباراه النهارده. والله احنا الحمد لله كنا يعني بعد ما حصل خساره ماتش سبورتنج عملت دروب شويه في الفرقه نفسيا، بس احنا فرقه معروفه ان هي بتعرف ترجع بسرعه. كنا على المشكله ان كان ماتش الاهلي تاني اسبوع على طول، فالفريق لم نفس الفتره اللي فاتت. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، معلش صباح الخير، صباح الخير، ابعدوا عني بقى، صباح الخير. فاحنا ربنا يعني الصراحه يعني ده ميزه للعيبه بتاعتنا دي، احنا عندنا حته كده روح مع بعضينا غير طبيعيه والله ما هتلاقوها في اي فرقه تانيه. احنا اللعيبه عملت حساب، انا بشوف مرمى عامل الفتره اللي فاتت دي كنت تعبان شويه، يا دوب جيت مرمى تمرينه امبارح وجيت على الماتش، الحمد لله ربنا وفقني بفضل اللعيبه وبفضل ان هم عندهم دايما يقين ان احنا مش هنخسر طول ما في تايم شغال، احنا باذن الله ربنا هيكرمنا. شايف ان الزمالك قادر السنه دي على ان هو يحقق الدوري؟ الزمالك يمكن دي اكتر سنه المفروض يكون قادر ان هو ياخد الدوري بسهوله. حصل دروب في ماتش سبورتنج مش طبيعي انه يحصل، بس ما فيش كل الفرق الكبيره بيحصل معاها كده، بس ايه الطبيعي بالسكواد الموجود السنه ده. ماتش سبورتنج ده كان اجهاد مثلا اللعيبه كلهم كانوا عايزين. انا بشوفها ان هو احنا كنا نازلين ماتش اللي هو طبيعي ان احنا يعني فريق سبورتنج فريق محترم وبيعمل على طول دايما معانا ماتشات كويسه، بس كان طبيعي ان احنا نكسب. فحصل كام دروب فنيا بسبب ان اللعيبه ممكن مش واخده على بعضها بقالها كتير، وكنا داخلين على ماتش جامد يعني احنا ده كان يعتبر سبورتنج ده اول ماتش فعلي نلعبه ماتش جامد، بس وربنا كرم الحمد لله. بنتمنى لك التوفيق دايما يا علي ان شاء الله. وبيجلوا ليه في خناقه بره.